يلا يلا. ضيف الليلة ضيف الليلة من لبنان الشقيق، فنان عربي نجمه ساطع، يجينا من بلاد تربطنا بها علاقات تاريخية منذ القدم. من أين عليسة؟ من لبنان إلى قرطاج. بالوقت فكيناه ولا ولدنا ولا متاعنا ولا تونسي، بيروتي الهواء لكنه يعشق حب تونس، يحب تونس. بدايته كانت مع كبار النجوم من العالم العربي، وديع الصافي، سمير يزبك، يؤدي الطرب بامتياز ويغني كل الألوان. بخلاف الصوت يمتاز أيضا بظهوره الأنيق، أطلالته أنيقة. فنان، الفنان راهو كل متكامل. الفنان ما هو الصوت فقط، الفنان شكل، حضور، صوت، وكل مع بعضهم يتناسقوا مع بعضهم. هو معشوق ومحبوب الفتيات باعتباره أنيق. فنان صوته جهوري، يذكرني بالجبل في لبنان والأصوات الجبلية. نعتبره من الفنانين القدامى لكنه متجدد، متجدد لأنه فيه ذكاء في مردوده، في إنتاجه، في خدمته، في حضوره، خاصة حضوره مهم جدا عند الفنانين اللبنانيين الكل راهو بدون استثناء. يلا نستقبله مع بعضنا الأبير روني فتوش. روني روني مرحبا بك. يا روني يا روني مرحبا بك روني. معرفتي بروني فتوش ترجع إلى 20 سنة تقريبا. صح بارك الله. 20 سنة التالي نعرف روني فتوش في تونس، كانت له صولات وجولات في تونس. شكون أعطاك لقب الأمير روني؟ الصحافي الكبير الله يرحمه جورج إبراهيم الخوري هو أعطى ألقاب لعدة فنانين في الوطن العربي، وكل النجوم في الوطن العربي طبعا اللبنانيين. الله يرحمه الأستاذ جورج، صحافي كبير بمجلة الشبكة، كانت مجلة النجوم، مجلة الشبكة وما أدراك. أيوة. فمن بداياتي كان عمري وقتها 9 سنين لما زرته، كنت مع الأهل. فمن طلتي لعنده على المكتب فقال له أنا الوحيد اللي ما تعبني بالتفكير أني أعطيه لقب مبين عليه أنه هذا الأمير، هذا الأمير. وأنا ما استثمرتش هذا الاسم لأنه يكفيني اسم روني فتوش. لا، ويجب نعرف أنه في الساحة الفنية اللبنانية وخاصة المشارقة الألقاب جائزة فنيا، جائزة فنيا، يعني الملحنين أو المطربين الكبار يعطيوا ألقاب للفنانين. صح. العندليب الأسمر، كوكب الشرق أم كلثوم. صح. في لبنان الظاهرة ما زالت موجودة إلى. صح. الآن. صح. سلطان الطرب جورج وصوف. نحن بالشرق يعني العالم العربي بنحب الألقاب طبعا، ومهمة جدا. يعني بلاد الغرب ما عندهمش هذه الحكاية، يكفي الاسم، يكفي الاسم فقط. الاسم يكفي. صح. بدايتك كانت مع الفنان سمير يزبك الله يرحمه. الله الفنان الكبير. الفنان الكبير. كنت خريج برامج اكتشاف المواهب ليالي لبنان. ليالي لبنان، ليالي لبنان برنامج قديم جدا يعني. أي. سنة ال 85. 85. شكون كوكبة الفنانين اللي معروفين توا وكانوا معك روني؟ بوقتها والله صدقني مش كثير متذكرهم، بس انه كانوا فنانين كبار. وبعرف اللي انا انشهرت بسرعه هائله، مثلا الست ماجدة الرومي طلعت من البرنامج، مش كنت انا معها. اي ما طلعت بالبرنامج، نفس اللي طلعت فيه البرنامج. اي اكيد. كما استوديو الفن مثلا رامي عياش وقتها. راغب طلع، راغب طلعوا بهول البرامج. أنا من صغري نجحت بسرعة الصاروخ لأنه كنت أول طفل معجزة في الوطن العربي. علاش؟ لا ما كانش فيه بالوقت اللي أنا كنت فيه. في عمرك، بعمري في سنك أنا. يعني 9 سنين ونجم ويغني ونجم، ما صارتش هيك. كانت الأولى من نوعها. يعني مثلا بيقولوا لك أنه أصغر طفل كان هو جورج وسوف، لا هو كان عمره لا كبير 15 سنة 15. وقت اللي كان مش طفل، مش 8 و7 سنوات. صح. أنا لا 9 سنين انشهرت، ووقتها كرمت من كتير. وقتها كان عنا حرب بلبنان وغنينا أغاني سلام وأغاني للحب.
وتمنينا انه يعم السلام في لبنان ويخلص الحرب لنقدر نعيش كاطفال. يعني عشت الحرب كلها انا بلبنان. عشت ظروف الحرب في لبنان، كانت قاسيه الحرب في لبنان اقسى ما تتخيل. يعني انا والى يومنا هذا بعدني عايشها صدقني. يعني انا تعذبت كثير. كنا بالزمان ما فيش مثل هالموضه استديوهات، كنت تفكر استديو بعلبك اللي سجلت فيه الست فيروز والرحابلي والكبار، كان هو استديو واحد في لبنان. كنت انا روح من مدينتي اللي هي زحلي لبيروت، هي بتاخد 20 دقيقة. زحلاوي انت؟ زحلاوي. بل زحلة من بلد وائل فوري ونجوى كرام فمن زحلي لبيروت هي 20 دقيقة. كنا وقت الحرب نروح تاخد معنا 16 ساعة 17 ساعة نتعدى على معابر، حتى انزل سجل أغنية ببيروت وارجع على بيتي تاني يوم طبعا. وكنا دائما نمرق بايامات خطر وايامات عذاب. فانا شاعر مع الدول اللي فيها حرب وشو بيصير فيهم، لانه نحن عشنا 40 سنه حرب وما زلنا بعدنا عايشين بالحرب، يعني ما طلعناش منها. مع انه هو لبنان جنة. الله خلقها على الارض، بس شو بتعمل اذا الناس عندها لذه الدم ما عندها لذه السلام؟ نحن زرعنا السلام وغنينا للسلام وحبينا نزرع، وأكبر دليل على ذلك استقبلنا المرحوم صدام حسين ورؤساء العرب وكرمونا لأنه غنينا للسلام. ولكن في ناس سبحان الله عنده لذة الدم للحرب. يا الحرب يحب يعمل حرب، يحب يجاهد، يحب يستشهد. خيي نحن ما نحبش بصراحة، من الآخر لكون معك صريح. فك علينا بصراحة. يعني أنا مثل كتير من من الشعب اللبناني، مش عم بحكيك كفن فنانين لبنانيين يمكن مع الآخرين ولا ضد الآخرين. أنا مع السلام، أنا مع الحب، أنا مع الحياة لا الحلوة. لا يكفي لبنان حرب، يكفي أنت هايز من حرب من 82. أنت هايز يكفي من 75. من 75 من 75 إلى يومنا هذا قتل 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 قتل. دور حراسة في لبنان روني؟ أنا؟ أي حراسة شخصية؟ أي أي طبعا. علش؟ مؤخرا صار عندي حراسه شخصيه، لانه قلت لك جوار مدينه زحلي، جوار مدينه زحلي شوي الوضع فيها متوتر فالت. لا فالت يعني امنيا 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 فالت. يعني سرقات سيارات، لو الوضع الاقتصادي في لبنان الوضع منخرب جدا، خطف يعني اخر مود كانت خطف الناس وابتزاز بالمال. فأنا كان رئيس الأمن صديق وعزيز علي عم يتعشى عندي بالبيت، طلب مني إنه سيارتي أعملها فيومي وأمني حراسة شخصية. واضح. فمشان هيك أنا اضطريت إني أنا ما بحبش مع إنه الفيومي، أنا بحب أسلي مع كل الناس وأشوف كل الناس، اضطريت هلا بحماية شخصية. لأنه فجأة مباشرة تلاقي سيارتين ثلاثة وقفوا حواليك وخطفوني. وخذ بقى إذا علاء الشابي بيطالب فيني ولا لا. ندفع لك فدية. نفديك يا صديقي. حكيت على بداياتك. طب أنت إذا قالوا لك روني فتوش خطفوه شو بتعمل؟ يا أخويا شنو هي الفدية؟ 4 مليون دولار؟ أوكي يلا نبعث لك نحول لك 4 مليون دولار ويخرج روني فتوش. لو كان تلقى دوره وقرصني. يلا احكينا على البدايات قبليك. باش نذكرك كليب حاجه صغيره تذكرك بالبدايات. روني فتوش يلا. رفقات بالهم بالدرس عينون على اللوح الاخضر، رفقات بالهم بالدرس عينون على اللوح الاخضر، عم بتصور توب العنز ترسم وجهي على الدفتر. رفقات بالهم بالدرس عينون على اللوح الاخضر، رفقات بالهم بالدرس يا رجل. في شبه بينك وبين ربيع الخولي، في نوع شبه. وجه له الخير الأب ربيع الخولي. هيدي كانت أيامات أول ما درج البنطلون كان حد صدره للواحد. السروالي يوصل مثل غير فناني شوف مثلا البنطلون كان وصل لحد صدري لهون، والسنتور والجاكيت وعالم والسروال عريض وشعر وقصص وحكايات. أول كليباتي هيدي، لأنه كان درج الكليبات بس مش أول بداياتي الفنية. وهذه الأغنية أخذت صدى كبير بالعالم العربي. بس وقتها حصل معي حادثة وقفتني عن الفن كله. روني
في إطلالتك مكلفة جدا، تصرف كثيرا على مظهرك وعلى شكلك، وهذا مهم جدا لدى الفنان. أما أنه تتجاوز بدلتك والساعة اللي عندك والملابس اللي لابسها فوق 100 مليون، يا رجل هي ساعة رولكس تعمل 120 مليون، 80 مليون، 90 مليون، سيد هذا 120 مليون تتحرك تمشي على ساقها. وشوف مهم هذا عند الفنان. لك صدقني ساعة الرولكس ولا ساعات الرولكس، أنا أكتر أنت عندك ساعات رولكس؟ ساعات ورسك أنت لنكسب واحدة منحبهمش. أنا تعرف علاش منحبش الرولكس؟ تظهر لي ساعة عادية جدا. شو اللي فيها الساعة هذه باش يخليها سومها 100 مليون؟ مثلا إذا التقيت مثلا بكثير من الأمراء والشخصيات الخليجية، الوحيدة اللي ما قبلهمش عندهم لذة هني يهدوا الألماس. اي الألماس، ودائما يعطوني الألماس وأنا الألماس ما بحب ألبسه، ما يعني ما نحسوش لراجل الألماس. كان دائما أعطيه للوالدة كل ساعات. تقبل هدايا من أمراء خليجيين؟ ما بقبل أكيد، بيشرفني لأنه هذا شرف. تقبل يعني؟ طبعا هذا شرف لي أنا. ويهديه سيارات، واللي يحب عليه روني فتوش موجود بس دون مقابل، لأنه لو بدي مقابل لكنت نجم أكبر من هلأ بكتير. كنت تنجم تكون نجم في مستوى رغب علامة؟ كنت لا، كنت في مستوى وائل جسار. لا لا لا، كو أكثر من ذلك بكتير. علاش روني؟ لأني زحلاوي. يعني شو هي الميزة عند الزحلوية؟ زحلويتي هي عنفوانيتي وكرامتي. وكرامتي الفن. الفن التقيت بعباخرة الفن وإخرتها ولا شيء. التقيت بزعماء بالحياة، وما أدراك من الرؤساء والملوك والأمراء وينهم اليوم، لكن ما في شيء بيدوم إلا كرامته الإنسان. تاريخ الفنانين، يعني أنا بعرف في كتير من الفنانين العرب بعرف تاريخهم الفن. تنازلوا عن كرامتهم؟ تاريخ تنازلوا. يعني ما معنى يتنازل الفنان عن كرامته؟ شو يقدم تنازل؟ بربي يحكي لي. يقدم كل شيء ما تتخيلوا بعقلك. لا عقل. شو ما تتخيلوا بعقل؟ اي صح. يعني ايه؟ يعني شنو يتنازل فنان باش ياخو فلوس ولا ياخو مصاري؟ يتنازل عن واحد أكتر من كلمة كرامته معش فيه. أنا أصلاً تسأل أي لبناني تقول له الشاب زحلاوي، بيقول لك زحلي عنده نشيد وطني غير النشيد الوطني اللبناني، اللي هو زحلي يا دار السلام فيكي مربل سودي عالضايم والله ما مننام الموت ببوز البارودي. يعني نحن من أهل السلام، ولكن ما حدا في قرب على جناحنا، ولا حدا في يعتدي على ابن زحلي، ولا حدا في قرب على ابن زحلي، لأنه أولاد زحلي هن رجال وزينة رجال في لبنان وفين مكان. باه يلا باش قدم لك مجموعة من الصور روني، ولا نعمل استراحة غنائية؟ نعمل استراحة غنائية حبيبي. يلا شو بسمعنا الكوكتيل الأول؟ شو تحب أنا تحت أمرك؟ الدبكي، الدبكي أحمر برا نمشي، ودبكي أحمر أخضر مع بني. فرقة الشام الملكية، مع فرقة سفيان السيالة، روني فتوش. شرفونا احبابنا، اهلا حتى
ما انت عفرائي تحدي سيوفك على هالشخصار تحدي. لك احسميني يا محسميني لعندك بحفلة تحدي تحرق كل من غنى وطرى. حبي علينا حبي من ورا النشر بس حبي مثلنا وحبي Hey.
عيد 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 سحروني يعطيك سحروني فرقة أيضا سفيان السيالة وفرقة الشام الملكية يعطيك والله شو تعرف سبيكتاكل أنا عجبني حبيبي عجبني أنت قوتك في هذايا قوة روني فتوش في صوته في حضوره وفي المرافقة الفنية اللي معاه يعني روني وقت اللي يبدأ يغني هو الأمير واللي حواليه الناس المحيطة بالأمير هذا هو حبيبي. هذا هو الكونسيبت عندي أنا هي فرقة سيف الشام فرقة خي أمير فرقة أخلاق وخلق والشباب طيبين وما شاء الله حولهم وفرقة مميزة مميز. وبالحقيقة نجحت بتونس نجح وأنا بهني لأمير من كل قلبي فرقة سيف الشام فرقة جميلة جدا وهي بترافقني بكل الأفراح في التراب التونسي طبعا لما أجي على تونس دائما هني بيكونوا معي بالمبدأ والأهم والأجمل فرقة الخي والحبيب سفيان السيالة تحية كبيرة لفرقة سفيان السيالة يلا نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الإشارة مرحبا بك مدام زهرة بن عياد صاحبة منحلة بن عياد ترجعنا مرة أخرى مرحبا بك لنا مرحبا بك لو كنت تحكي لنا شوية على المنحلة وأهم المنتوجات باهي احنا الأهم منتوجات اللي عنا علاء هما الخلطات اللي نحن متميزين بها اللي هما عنا خلطة الجبح اللي هذية مصنوع معمولة بعسل الجيلي الميل سوفاج نوعية العسل هذية النحل متاعها ماهوش مربي فيها العكبر وحبوب اللقاح وغذاء ملكات النحل والجنسينج الخلطه هذيا للعبيد بالنسبه باش تقوي نسبه الخصوبه للرجل والمراه باش تقوي البويضات للمراه وبالنسبه للرجل اللي عندها الضعف وعندنا الخلطه الثانيه بتاعنا اللي هي خلطه الطاقه والمناعه الخلطه هذيا للعبيد اللي المناعه نتاعها طايحه وزاد الخلطه هذه الحاجه اللي تتميز بها انها تمنع الخلايا السرطانيه من انها تزيد في البدن معناتها العبيد اللي تعمل في الشيميو والعبيد اللي عندها السرطان تنجم تستعمل الخلطه هذيا وعنا زادة خلطة التسمين اللي هي طبيعية 100% فيها الفيكيا وفيها حبوب اللقاح وفيها غذاء ملكات النحل وعنا زادة خلطة التركيز نعرفوا اللي بارش عبيد في العمر كبار ينسوا وإلا للصغار معناتها ما نجموش يركزوا نعرفوا العبيد الكبار زادة ينسوا في العمر يستعملوا الخلطة هذية هذوما نحن الأربع الخلطات اللي تميزنا بهم كما زادة نوفروا لهم أنواع العسل العادية اللي هما الزعتر الكلاتوس الجبلي الخلنج الخلنج هو من أنواع العسل اللي عنا اللي نجموا العبيد الديابيتيك يستعملوه معناتها العبد اللي عنده السكر ويحب يستعمل العسل ويخاف ينجم يستعمل عسل الخلنج خاطر عسل الخلنج في التحليل متاعه يكون نسبة السكر فيه منعدمة دونك العبيد اللي عندها السكر تنجم تستعمل النوعية هذه وزاد عنا الميل سوفاج الميل سوفاج اللي هو كما قبيلك فسرت لك هو النحل متاعه ماهوش مربي دونك هذوما الانواع اللي عنا نحن تويكا موجودين بالضبط وعنا زاد منتوجات الخلايا اللي هما حبوب اللقاح غذاء ملكات النحل وعنا العكبر الخام شو ما لي زوفر اللي عاملين هما كيفاش يوصلني انا المنتوج هذا باهي نعديو معنا كوموند على الباج متاعنا وإحنا نوصلو لهم في ظرف 48 ساعة نوصلو لتونس الكل واليوم جينا بدي زوفر سبيسيال باهي لوفر الأولانية اللي جينا بها المرة اللي فاتت مازالت متواصلة اللي هي 3 كيلو معاهم ارطل بلاش والتوصيل بلاش وعنا لوفر اللي جينا بها المرة هذي سبيسيال مون للحلقة اللي هي المدة 48 ساعة باش يكون فما 40% تخفيض على خلطة الجبح والخلطة المناعة خاطر فيهم طلب كبير وزاد اليوم منحلة بن عياد وفرت حاجة سبيسيال اللي هي نحن نعرفوا بارش عبيد تحب تبدأ مشاريع صغرى أما ما يعرفوش كيفاش يبدأ وإلا عبيد تحب
تحل مورد رزق. نحن وفرنا لهم انه نحن طويقة وفرنا البيع بالجملة ولينا نبيعه بالجروب. مثلا يحب ياخو 20 كيلو ولا 50 كيلو عبيد، تحب مثلا تحل مشروع صغير حاجة ينجم يبدأ معناتها في الفونتون ليني ويحلوا مشاريع صغيرة وتبيعوا زاد. أي ونبيعوا بالديتاي وبالجروب. مرحبا بيك مدام زهرة بن عياد، منحلة بن عياد. هذا عليك. هو دونك اللي حاب ياخذ البرودوي نتاعكم بامكانه انه يتصل بكم، رقم الهاتف الباج فيسبوك موجود نتاعكم. مرحبا بك للا تدلل. يعيشك، ميرسي بوكو علي. يلا عدنا روني بعد هذا الفصل الاشاري. روني باش نقدم لك مجموعه من الصور، يلا ونحب تعليقات مقتضبه والا باغنيه ولا اي تعليق سواء كان غناء بالكلام باللي تحب انت. أمرك. يلا الصوره الاولى، هيدي الروح والقلب وهيدي الدنيا كلها وهيدي الله لا يحرمني منها وهيدي زينة حياتي وهيدي تاج راسي وهيدي نصيحة لكل ولد موجود سواء بنت ولا شاب ولا طفل ولا طفلة بالبيت. في ناس بتفاجأ فيهم وقت اللي بيصرخ لأمه اعملي لي مثلا كاس شاي ولا تاي ولا اعملي لي ساندويش. حبيبي حبيبي نحن بخدمة الأهل مش الأهل بخدمتنا. أكيد. بدك تقعد طول عمرك تخدم أمك وتخدم أبوك، ممنوع تطلب من أمك شيء، يكفي إنه جابتك على هالحياة. هذاك علاش كتبت لها كل ما تملك باسم السيدة الفاضلة الوالدة متاعك، كل ما تملك كتبته باسمها. كل شيء. ليش؟ لأنه أنا طبعاً هي ما بتحب هالكلمة، دائماً بتقلي لا يا ماما الله يطول بعمرك ويخلي لنا إياك، بس البوان المهم بقلها ماما أنا دائماً عم بطلع بالطيارات وسافر، ما بتعرفي إذا بوصل ولا ما بوصل، مع أنه ما بتحب كثير هالكلمة. فأنا بطمئن أنه كل شيء باسم الوالدي لتضل بعد المرحوم بيي، هي الملكة ونحن نطلب منها طول العمر، مش هي تطلب منها. يلا الصورة الثانية. هات هات لل اش باش تقول لها؟ يلا غني لها للماما، غني لها. يلا تسمعوا في الصوت والا لا؟ تسمعوا في الصوايت والا لا؟ يلا نمشيو للصوره الثانيه. طب هذا شقيقك الله يرحمه وينعم، خوك باش توفى. كيفاش توفى؟ ظروف مرض صار بالضبط واثرت فيك وفاته، اثرت فيك برشا. هي وقفت عن فني. ها؟ وقفت عن الفن. على الغناء. 8 سنين. 8 سنين. أثر فيك برشا. روحي.
هو أكبر منك ولا أنت الكبير؟ أكبر. ها هو الأخ الأكبر. إيه كسر. الله يرحمه. كسر لي جناحي يعني، كسر جناحي أنا. الله لا حدا يفقد له خاي. بس هذا كان الدنيا كلها. توفى موت طبيعي؟ حادث. حادث. مش حادث سائر بس حادثي يعني. حادثي خاص. حادثة خاصة في كندا. عملية. اتقي شر من أحسنت إليه. صارت الحادثة اللي يخدم عنا. يعرف اللي نحن عنا كان شركات ومحلات ومحطات غاز. فقال لك بقتل الثلاثة. وباخد كل المال. يا رسول الله. فما قدر إلا بس للمرحوم خي. الله يرحمه. عيش طول. الله يرحمه. عيش طول. يلا نمشي ولا الصورة الموالية. طب سيمون أسمر صانع النجوم. سيمون أسمر علش غير عملت هك؟ هو بالحق صانع نجوم، نجوم كبار، واني هني الأول في الوطن العربي يلا. وهذا قمة التنازلات يعني. لو مشيت مثل ما هو حب، مع احترامي لهني بالصف الأمامي ولا بالصف الأول ولا كلاس أي، بما بيطلع لهم شيء معروني فتوش. عندك أنا بعرف مسرحي، أنا بعرف قدرتي، أنا بعرف نعمة الله شكلي أكيد. وبعرف لبسي وزيد علي وثقافتي أكيد. يعني أنا بتعرف أنت أنا دارس بسيكولوج. عندك موقف من سيمون أسمر وأنا نعرفه. أنا موقف كبير، هو أكبر دليل على ذلك. في صحفيين اليوم بيقول لك في نجوم موجودة على الساحة، لو ماروني فتوش اصلا ما كانوا هني الاول بالساحه اليوم، لانه هو حب يتحداني فيهم. هو انت تحديته؟ هو شو هو سيمو اسمر من اكبر المخرجين في الوطن العربي. كان ياخذ الفنان يقول له بك تتنازل عن كذا وكذا كذا وكذا, وكذا, وكذا وانا بوصلك على هالجزيره حتى تعيش امين، حتى تعيش امين، والا امشي عوم وحده وحدك. فانا فضلت اني عوم وحدي، وما زلت نعوم وحدي، بس انا واصل ثم واصل ثم واصل باذن الله، لانه انا مرضي الوالدين. واضح. فحوصل والله يرحمه اصلا، ما عشان نحكي ولا كلمه. الله يرحمه. ويلا الصوره المواليه، صوره مهمه جدا، العقيد معمر القذافي. الله يرحمه. شو علاقتك بالرجل؟ علاقه طيبه. الله يرحمه يعني قائد من قاده العرب وزعيم، وأنا تعجبني كنت أقويله في أشياء كان يقولها. المثقف طبعا بيفهم شو عم يحكي كان معمر، لأنه في اللي ما عندوش الثقافة العليا كان يقول لك إيه عم يحكي معمر، خلي يحكي. لا، معمر كان كل حديث يحكيه كان يعني فيه 20 عام لقدام، بس ما كانوا ينتبهوا له. وقفنا على كلامه في العديد من صحيح الأحداث. صحيح. لا. هذا نفس اللقاء اللي صار بيني وبين بالتكريم طبعا مع الرئيس صدام حسين، كل شيء قاله من 20 عام وعم يطبق اليوم بالفعل. طبعا هذا القائد العظيم الرئيس صدام اللي هو وسام على الصدر. في من أصل 1.5 مليار عربي، اعتبر في 250 مليون ما بيحبه، وفي 1.25 مليار بيحبه، فأنا على رأس 1.25 مليار اللي بتحب. أفتخر صدر. أفتخر إني التقيت بالرئيس صدام حسين، أفتخر إني شفته، أفتخر إني أحبه، أفتخر إني أنا من 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 ريشي من ريش صدام حسين، ووسامه هذا بقلبي مش على صدري نحن. تمنعت من دخول تونس لمدة 2 سنين روني؟ ايه طبعا، ما هذا نجاح بكلفك. عليش؟ شو دخلك انت في من المنع يعني تتمنع من دخول تونس؟ ليش؟ وشوف لو اجا فنانين كتير على تونس. الشعب التونسي شعب سميع، شعب خطير، شعب يغني. إذا بتشوف المهرجانات التونسي بتلاقي الجمهور عم بيغني أكتر من الفنان. هذا بالتفكير. هذا نحن الفنانين اللبنانيين، بس نبعدين بين بعضنا بلبنان سواء النجوم ولا من مكان، دائما عنا حديث اللي تونس غير ما نذكر أي دولة عربية. ليش؟ بقول والله أنا طلعت غنيت بتونس يا خيي بالمكان فلان فلان، يا أخي الجمهور كله غنى معنا.
يعني الشعب التونسي سميع، والشعب التونسي إذا حاب متفقين عشي. ما جاوبتنيش على السؤال. أنا جايك إذا حاب عشي دخول تونس ليش؟ علاش؟ إذا الشعب التونسي حاب عشي، إذا ما حاب فإجا ملايين من الفنانين على تونس ما نحبوا الله معهم، بس نجح روني فتوش تمت التركيبة. صار في تونس علاش؟ تركيبة شنو صار؟ ما يحبونيش إني أنا. شكونهم؟ مين؟ شكون؟ هو شوف التهمة، شوف طبعا لكن أسترالية. إيه شكون؟ يعني اللي ركب لي فيلم إني. شنو الفيلم اللي تركب لي؟ تركب لي فيلم بالأسر الجمهوري. بن علي والحاشية والعائلة المالكة. لا ما عنده حتى دخل الله يرحمه بن علي، لكن الحاشية. شكون؟ والله يا ترابلسية شكون؟ مين منهم؟ بالضبط يعني في مين ساعة إنه السيد هذا مش لازم يكون بيناتنا. شكون؟ ليش؟ لأنه هو الرئيس الله يرحمه زين العابدين الله يرحم ترابه حب روني فتوش. شكون اللي بالعربي بلغتنا كعبر هالك؟ تشكون؟ مش طبيعي. لا مسالش قول لي طبيعي شكون؟ لا شوفير فنان سياسي لا شوفير تاكسي ولا بن ولا شو اسمه. أكيد أهل الفن بيكعبروا لك. أهل الفن طبعاً. وباللبنان أصلاً إذا بدك تأذي شيء مطلق أي فنان جاي عربي بتقدر تأذي يزو أهل الفن أكيد مش هيجي ايه. واحد والله شاعر. الخطة كانت مع من عائلة الرئيس. أي طبعاً من عائلة الرئيس طبعاً. يلا روني فتوش ما يدخلش لتونس. ما يدخلش لتونس. السبب شنو؟ نجاحك لا ما نتصورش. في سبب آخر. ما هو تهمة. اي هو تهمه. هو انت نجحت. مش كل انسان ينجح. عائله الرئيس بن علي تقول له لا مستحيلي كذا. لا مستحيلي، بس انا لانه نجحت واخذت من طريقه وفتحت شركه كبيره بتونس. أي؟ شركه انتاج. أي؟ واخذت عده مشاريع فنيه. فما نسبون الموضوع فقال لك من المستحب السيد هذا يلزمنا بالتونسي نكعبر له حكايه ونشيله من البلد لانه ولا يزحمنا. اي من العائله المايكه ولا من الساحه الفنيه التونسيه؟ اللي زعجتهم فنيا هن اللي كانوا على علاقه مع على علاقه بالطرابلسي. بالضبط. فهمتك توا. فهمتك. شو علاقتك بفاطمه ابو ساحه انت؟ جابك فاطمه ابو ساحه الله يرحمها. ونعم ما قلت لك كان عندي شركه انتاج وفي كثير فنانين اجوا لعندي. اي اللي هن نجوم بالساحه التونسيه اجوا على شركتي وحبيت ادعمهم وحبيت اوقف معهم، لكن الشركه ما كملت لانه الحادثه اللي صارت معي. اما الست فاطمه اجت على الشركه لعندي واتفقت انا وياها على عمل. على عمل. على عمل انه هي امي وانا ابنها ونعمل اغنيه دويتو سوا. دويتو. يعني أنا ابنة مغترب وهي بالبلاد واشتقت لي والحديث وكذا. حافظ يا عم الشفور. طبعا بربي شوية من يا عم الشفور. يلا يلا يا عم الشفور. روني فتوش. هاي يلا. يا عم الشفور يمشي دبا دبا قلبي برا. نمشيو للوصلة الغنائية الثانية مع فرقة سفيان السيالة. روني فتوش.
تمشي الحب كله عهوى. ولع وحب فيك رسمت صورة جمالك عدها في أيوة. أولى سرع لك بستان ورود ساجرة صغيرة تنيكي أولى سرع لك بستان ورود ساجرة صغيرة تنيكي لغزل لك من نور الشمس سوارة حطة بيديكي سوارة حطة بيديكي Say
أجرى سمير تفيكي لازرع لك بستان ورود زجرة سمير تفيكي وأغسل لك من نور الشمس أسوارة حطة بإيديكي أسوارة حطة يلا 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 يعطيك الصحة روني فتوش، تحية كبيرة لفرقة سفيان السيالة أيضا. يعطيك الصحة روني، ميرسي روني، يعطيك الصحة. روني، سؤال ديما يتسأل، الحب في حياة روني فتوش، علاش الزواج تأخر؟ نفس السؤال. أي علاش؟ نتاع شكون ما فهمتش شنو نفس السؤال نتاع شنو؟ لك هذا السؤال كل يوم اسال عليه. ايه ما نخصك شيء شبيك تو ما تزوجت؟ الحمد لله الحمد لله، لك لانه قلت لك انا عندي ملكي بالبيت فهمين ملكه ذيك وانا بدي لا اميره فيها ملكه اخرى عظيم، لا بدي اميره مش ملك، انا الملك اللي عندي ما حدا بيطلع، الكل تحت سقف الوالدي لانه هي ملكه البيت وملكتنا وتجراسنا، انا طالب اميره والاميره ترضى عليها امك؟ أنا لا أكيد. يلا إذا أنا أتمنى اليوم قبل بكرة وتكون راضي عليا الوالدة
نحن بيئتنا محافظة. هالأميرة اللي حتفوت على البيت تعمل حسابها اللي يوم من الأيام حتصير ملك. بس النسبة الكبيرة كوني بسيكولوج أنت بتعرف، النسبة الكبيرة اللي عم بفوتوا باستعجال، يعني بدهن تفوت الملكة وإنه ليش الوالدة. فأنا الوالدة خط أحمر عندي. أنا الوالدة خط أحمر، اللي بتعشق والدتي ولا والدتي بتعشقها مش ناخدها. أنا روحي وضلاعي وقلبي كله فداها. واضح. تقبل أنك تتزوج بفتاة ما تنتميش لديانتك؟ مسلم. مسلمة طبعا، باعتبارك أنت ديانتك مسيحية، ولا عيبة في ذلك طبعا، ولي الشرف. ولي الشرف طبعا، وانت حر في هذا طبعا. كان الوالدة تقول لك لا؟ لا، الوالدة ما تقولش لا، لأنه شوف بديانتي المسيحية ما عندنا حتى إشكال بمطلق مبدأ بالحياة إلا الكرامة. بس إلا الكرامة. أما اللي اتزوج مسلمة ولا اتزوج بوذية ولا اتزوج هندوسية، عندي أنا مش مرفوضة هذه الفكرة نهائيا. وخاصة اللي الوالدة دائما لما بتسافر معي لعدة دول عربية، هي من عشاق تونس، فدائما بتقلي أعشق البنت التونسية واحترامها لعيالها ولأهلها. وبعد البنت التونسية عند المبدأ الجميل، فبالعكس شرف لنا أن ناخد مسلمة ولا من أي دين، معنا حتى مشكلة نهائية، العكس يشرفني أنا، خاصة تونسية، يعني المرأة التونسية هي تاج على الرأس. بي جديدك روني، في جديد، في أعمال جديدة، في كثير أشياء جديدة. هلأ عم نحضر شيء لرمضان، رمضان إنه قرب رمضان، هات لن نسمعك شغلة جديدة. سمعني شغلة صغيرة. يلا. أهلا رمضان، على كل روني أنا فرحان برشا حبيبي، وسعيد جدا أنك كنت ضيفي الليلة حبيبي الغالي، وسعادتي هذه تتعاظم وتتفاقم أني ديما كراك في تونس. نقول والله أنا روني فتوش، بغض النظر أنه يكون فنان وعلاقته بمنشط، هو صديق مقرب حبيبي، أنا بيشرفني أكثر. وين يكون موجود في تونس أنا نعيط له في برامجي، وحتى كان يروح لبيروت ويرجع بعد شهر نعيط الرني فتوش. هذا ما بدي، لأنه صوت من الأصوات العربية واللبنانية المهمة جدا، واللي حضورها يضيف لبرنامج كلام الليل، وهذا بالفعل يضيف لبرنامج كلام الليل. أنا شرف لي، أنا وأنا شرف لي، وأنا بكبر فيك كتير، وتحية كتير كبيرة لكل العاملين بالقناة الجميلة، وخاصة في برنامجك كلام الليل. من الغالي الست ريهام، والمخرج العزيز الغالي بوجه له تحية، صادق دغيم، سي صادق انت تعرفه، صادق موسيقي راهو عازف. لا صادق يعني. صادق وهو صادق بعمل، لا صادق بعمل الحقيقة. اكيد اكيد اكيد. انا كثير فخور اني انا دائما بس كون موجود بتونس، بنوجد ببرامجك الحلوة، برامجك المميزة، رب تستر. علاء الشابي، أنت إنسان كبير، أنت إنسان أخلاق وخلق، وأنت زي أنا شرف لي دائما أن يكون موجود بيني تكون مرسي. وبين أهلي طبعا وتونس الغالي. تحية كبيرة للمطرب القدير روني فتوش. مرسي روني، عايش خويا، عايش 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 عايش.
هكذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج كلام. تحية كبيرة للجمهور الحاضر معنا هذا المساء، تحية كبيرة لفرقة سفيان السيالة، تحية كبيرة إلين كونفور، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. كريستال لوكس، ميرسي بوكو. برو إيفانتس، ميرسي بوكو. فوتوفان سليم حشيشة، ميرسي بوكو. أيضا شكون الآخر، شكون الآخر فكروني، جوزيف كواف، جاردان كارتاج، لك دو، ميرسي. موستاش فراس لكشو، ميرسي بوكو. فراتيلي شيف سليم، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو، نلتقي إن شاء الله يوم الخميس القادم على نفس التوقيت في نفس القناة وعلى نفس التوقيت. إلى اللقاء، بارك الله.